تتحكم في العمق بتاع البطاطس من هنا عن طريق الماسوره، لها عيار اهو، تقدر تغوط او ترفع زي ما انت عايز. المقاسات بتاعت البسخه معاك مقاسات مختلفه من 70 ل 85 سم. ناس بتسال ايه لازمه الفراكه، ايه لازمه الفراكه دي او الدرفيل قدام الستار؟ الدرفيل الدوس بتاع الوابور اهو، بلط الارض اهو، دوس مبلط اهو بتاع الجراح. الدرفيل بيهدلك الدوس ده تاني، بيفرمه عشان يطلع لك الخط، ما يبقاش في خط في بطاطس تقيله وخط في بطاطس خفيفه. طبعا دي كل الناس اللي بتشتكي من الزراعه بتاعت البطاطس، يقول لك عندنا خط تقيل في بطاطس تقيله وخط في بطاطس خفيفه من الجرار، ان الجرار ما فيش ورا منه ترفيل او عزاقه بتجيب مكان الدوز بتاع الجرار. استنى كده يا سامح، الدوز بتاع الجرار اهو مبلط. الدرفيل يبدا يجيب خدمه عمق قد ايه؟ ماشي يابا، يبدا يجيب خدمه غويطه ومعاك البكرتين ورا، يبداوا يمشوا على الخط زي ما هو ماشي كده، يكتم على البطاطس عشان الارض